حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فاطمة، شحال وانتي كتجي للجامع؟ شي 4 سنين، أكثر من 4 سنين، غير في النادي دابا. كنمشي القرآن، كنمشي للنادي. قال لك هذا النادي بطوطة، الله يرضي عليك. كنمشي كنمشي نطلب العلم، كذا كيقراو معايا كيساعدوني الولاد والبنات. كتمشي عندهم كتدي القرآن؟ كيفاش كندي القرآن؟ كنقول له واش عندكم الوقت؟ إلا عندهم امتحان، عندهم ما عندهمش الوقت، كيقولوا لي صبر شوية شغل نمشي نشوف حد آخر عاد رجع عندنا. وكيساعدوني كاملين بالولاد والبنات. فينا قرية؟ أنا عمري ما قريت، أنا ما كنت كنعرف حتى باش نصلي. وكيفاش تعلمتي؟ كاملين الناس بقاو حيرانين، قالوا لي كنت قريتي صغيرة وأنا ما قريتش. وحق البنات اللي كيعرفوني، النساء اللي كيعرفوني بالجامع كيقولوا لك انت ما كتعرف حتى باش تصلي. في النادي كيتسابقوا عليا الاولاد والبنات، الاولاد كيقولوا ما انا نسبق، اخرى كتقول لا انا نسبق. كاملين الحبايب ديالي كيساعدوني سعداتهم. ملكة البيضاوية كانت كتجي كنقول لها انت علمتيني القران، هي كتقول لي انت علمتيني القران، انا كنت حافظه ايه انا قاريه، انت ما كنتيش قاريه. وبالحق انا انتينا علمتيني، ما كنت ما كنعرف حتى شبر القران. دابا انا كنغسل القشوع كنقرا القران، انا نعسه كنقرا القران، انا كنصبن كنقرا القران. فاش كنمشي كنطلب منهم العلم كيقولوا حنايا واجب، حنايا واجب علينا راه هذا الشيء، انتينا كطلب منا العلم. كيوقفوا القرايه ديالهم كيقراوا معايا. هو اللي عزازين عليك ديما كتقراو؟ الرحمن، ياسين، سورة البقرة، عامة. ملي كتقرا القرآن باش كتحس؟ كنحس بالراحة. شني كنتمنى؟ كنتمنى نحفظ القرآن باش نمشي عند الله بسلام. ما خصك حتى حاجة؟ ما خصني حتى حاجة غير القرآن، ما خصني حتى حاجة غير القرآن. مشيتي لمكة؟ مشيتي لمكة سبق لك مشيتي؟ مشيت مشيت، كنت باقا شوية، كان عندي 50 عام، دابا عندي أنا 88 عام. 88 عام. عندك وليدات؟ ما عنديش. ما عندكش وليدات؟ كان جي عند اخواتاتي هما هادوك كاملين كيف حول ولادي، واخا ما عنديش الاولاد. هما كيقولوا لي حنا ولادك، كيفاش كنمشي للنادي كيقولوا لي حنا ولادك. كيساعدوني. الخير الناس الله يعوض لكم الايام، نرزقكم ما في نويتكم. لا يرزقكم ما في نويتكم، لا يعطيكم النجاح. 500,000 ملك تطفركم في السماء، اللي كيقرا معايا 500,000 ملك تطفر له في السماء وحيطان في البحر. عندكم واحد الاجر كبير.